كي لاباس متغشى وقارنا حواجبك. بس سمعتي ما بيا شيء، خليوني رايده يهديكم. وشنيا لغه جديده تكلمي بها في بيك؟ خينا واش قلت لي؟ قلت لها ما بيا شيء، يظهر لي ما فيها شيء عيب. بس تسكري فمك ولا نقوم نوريك باش تقولي كبرتي. واسمعي ننبه عليك، خلي سلمى رايده. سيمونير قال لي على كل شيء. شو عديتوها لي هذه سلمى؟ ونا واش عملت ليها باش تقول لي خليها رايد؟ جبت عليها سيدنا دليل جاب حدايا عايش بنتي. حاب نحكي معاك. تفضل عم الدار، انت الوحيد اللي عطيني قيمتي في هالدار. حس فيك متوتر. اش فما اللي يمشي لتونس يولي بلدي ويولي بجلوه؟ كان نافنيت عمري في القرايه وقعت في تركينا هكاك مربع يديا، لا من يشوفني ولا من يحس بيا، لا عندي لا قيمه لك. ليه عايش بنتي؟ ما نحبكش تفكر هكا. تي بجله محبوبه كيف كيف سلمى، منير ما يعرف كلمة راسك. كانت على سلمى الظروف اللي لزوها باش تهبط لتونس. اتمنهمش العدو العدو. شنو باقي مغشش مختارة؟ انا ما نبرد وهدالي بال اللي ما انتقم منه. عمار ولا يحكم يعطي فيه في الاوامر؟ شفتوا كيفاش يهدد فيا؟ يعجبك هكا بربي؟ يعجبك ولا؟ عندك ألف حق باش ترفض السيطرة بتاع واحد نسواش كيف عمار، وما عنده حتى صفة يفرض روحه عليك. توا هو خير مني؟ جاي قبل الخدمة، يخدم أكثر مني، يجيب في خبرات خير مني. هو زعيم كان في اللهوة بالناس وهزل القفة وضربان الطار ضربة ضربتين هي بيدها. ننصحك أنا رد بالك منه. اليوم عمار محل فمه معاك إلا مسخر راسه بجيهان ومتأكد منها اللي هي في صفه. وانت لو كان تعرف كيفاش تتصرف وتعرف صاحبك تاخذ فرصتك وتولي مقرب ومبجل وكلمتك مسموعة. تقريب فهمتني. ها صاحبي؟ قولوا ساعة ما عليك، كانت فركس وتعرف وحدك وظهر لي كام هوش ناقصك. الهام يا الهام. عسلم عسلم. تعرف شكون قابلت اليوم؟ شكون قابلت؟ لطفي خوك ويسلم عليك. اه يهنيك سلامتو. في الواقع متقابل الناس صدفة، نلقاه يستنى فيا قدام المعهد وظهر لي كأنه تعب شوي. وش يحب عندك؟ يحب يقابلك ويطلب منك السماح في اللي يعملوا معاك الكل. وانت ايش قلت له؟ وش تحبني نقول له؟ انا لو كان جاني في ظروف اخرى ما كنتش حتى نكلمه. وزيد نعرفك انت متغش علي برشا، لكن ظهر لي كأنه مقيس من الدنيا ومعنوياته منهارة. والله يسخفني حالي وما حبش نكمل على ما بيه. واللي توعدته قلت له تو نكلمها في الموضوع ومن بعد نقول لك. ميلو لاخويا يا مراد. سامحني مدام. تفضل. شو حب؟ حبيت نتحدث معك على وضعي في الخدمة. شبيه وضعك في الخدمة؟ ماكش قاعد تاخذ شهريتك؟ لا ما نقصدش هذا، وانما تو هكا تو فما ساعتين عمار يشد يبهذر بحالي ويسمعني ما نكره. عاد انا قلت المدام ما تعجبهاش التصرفات هذيا، ماذا بيه مدام؟ اسمع مختار، عمار كان حذايا تو واحكي لي على كل شيء بالتفصيل، وانا اللي قاعد تعمل فيه انت تو مش قاعد يعجب فيا بالكل.
على خاطر كل شيء نقبله الا باش خدامي يطول على المسؤول نتاعو وما يسمعش كلامه ويحب يعمل اللي في راسه. عمار انا مكلفته، عاد ماذا بيك ما تخلينيش نعاقبك. ها وتوبا نمشي على خدمتك مدام. وفي الكلام تقريب كلامي مفهوم دليل؟ مفهوم عمطة. مدام اليوم نحب قلبك صافي مع سلمى. ها ايه هيا قوموا زوز بوسوا بعضكم. قوم سلمى بوس اختك. الحق بديت الأيس يا لطفي، في بالي قلت لي خديت جهين باش تفك رزقك. تعدت مادة وانت لتو ما عملت حتى شيء. ألف خطوة لا تنجيزها. جهين ثعلب وانت تعرف لازمها وقت باش تتماني وتعطيني جنب. المهم نكون معها ليل ونهار باش نعرف اش تعمل وما تعملش. نخاف قلبك يبرد وتجي تحصلها زيد هي تضرب بعصات الذل. تهنى يا امي، الشبكه اللي عملتها لها حبال صحاح. اتوقع نضيق عليها بشويه بشويه وقت تجي الفرصه. تهنى ما تفلتش. ان شاء الله ان شاء الله يا لطفي ونبدا حيه. قلقكش نجم نحكي معك في موضوع؟ تفضل سلمى نسمع فيك. تعمل علي مزية تلقلي بورتمين في تونس. يزي سلمى اعمل عقلك، مو ترضيت انت دليلة وطلبت منك اسمها وراس بابا الطهر وولدي سامي له على خاطر دليلة. اي كين مش على خاطر دليلة، مال على خاطر شنو؟ يزيني من القاعدة والبهتة، نحب نخدم على روحي ونحدد مستقبلي بيدي. مش مشكل نلقالك بورتمان، أما على شرط بابا يوافق. وش بيها سلمى؟ أنت تراش مانع باش تفسر لي علاش ترفض تخدم معايا رغم الامتيازات اللي قدمتهم لك الكل؟ مش قلت مبادئ؟ نعرف اللي أنت راجل صاحب مبادئ وهذا الشيء اللي خليني لحالك. لكن أنا ما نجمش نخدم مع ناس يقلبوا وشقلبوا. يظهر لي كلامي واضح ومفهوم. لكن أنا شو سرقت لك وفاش قلبتك؟ حتى تسرقني وتقلبني أنا باش ننسى اللي عملته مع لطفي؟ لطفي مانيش ظلمته وعندي الأسباب اللي خلتني نعمله هكاكا تنفسرهم لك بالتفصيل. الحقيقة أنا ما يهمنيش في لطفي، لكن سلمى شنو اللي عملته لك؟ يتيمة لا تعرفك ولا تعرفها وعمرها اللي غيرتك، حتى دارها خليتها لها وحرمت ولدها من بوه. بالنسبة لخلي دارها أنا نتصور عملت عليها مزيه كي طلقتها من واحد لطفي. ولده نتصوره حتى كان يعيش مع أبوه يعيش محروم. تصور لطفي يقوم بالواجب ونرجعوا لسلمى. أنا عمري ما تصورت روحي باش نكللها من نيبها في المعمل. قل ما نعطلها حقها مضيع. نعم؟ إيش تقصد؟ نقصد لي لطفي كان ناوي لها شر وكان في حسابه باش يطلقها بعد ما يستولاها على المعنى. ما زلت ما فهمتنيش كيفاش منعت حق سلمى من الضياع. انا على استعداد باش نعطي حق سلمى في المعمل القديم وهذا كان قراري من الاول. بجدك ولا هذه لعبه من لعباتك؟ عمري ما كنت صادقه قد اللحظه هذه. لكن سلمى ما نظنش تقبل ولو من لين حتى لو كانت تولي تطلب. وهي لازم تعرف الفلوس من عندي انا. هي تعرف تحبها برشا وتحب تعاونها، يعني تنجم تقول لي الفلوس من عندك انت. اش قولك؟ لقيتها؟ اي
حلوة؟ كيف كنت في الفترينة ياسر حلوة ما كيف لبستها خيبتها. يا اخي ما تقوليش يا رجل شبيك مشي وتخيب. انا وليت بصراحة نحشم مش نخرج معاك في الشارع. شنو تحشم تخرج معايا في الشارع؟ شنو اللغة جديدة هذه؟ مش قلت لك الكنولية ما عادش تعملها؟ تغم على القلب. فيصل جابت الكلام هذي ناحيتها. وقعد حوس وحدك في الشارع مادام وجودي معاك يحشمك. لو تسمع كلامي امشي عدي على روحك عند طبيب احسن لك. هو شبيت غشش خيناش قتله قيد مش ناحية تردد وناخذ قرار بسرعة. يلزمني نتحرك يزي ما ضيعت فرص. وكان تشوفوا يامي كيفاش بدا يذوب لقدامي وقد ما نصيحه ونعيط عليه ومبهذل بحاله راسه ما يهزش من القاعة. والله ساعتي سخف هالكلمة ما عادش تعودها قدامي. شكون قال ماهوش يمثل عليك؟ نقول لك ونعود لك يا جيهان قد ما يذل لطفي قدامك لا رحمة لا شفقة. رد بالك قد ما بش يذل مش كما ذلنا أبوه إبراهيم أنا وبوك. على كل حال أنت لطفي لا حوشته لا مرضته. تهنى وطمين يا عمي حتى بنتك ما هيش حليب شلبلعة. زيد نقول لك البرنامج اللي محضرته له مازال ما كملش. مش تقول تراضينا انا وسلمى وبوستها وطاح الكيف على ظل هذاك عملت ماخذه في خاطر بوك الطاهر. هي ماشي على روحها اما يلزمني نعاونها باش تقف على ساقيها. تقف على ساقيها لوش بيها مش لولا نقصد باش ما تحتاج لحد. يلزمني نعمل لها مشروع صغير ونموله لها. وانت الواش عليك ما يتمشي تخدم اللي يجيك في العباد الكل. امان لا يا دليله ما يساعدنيش باش نخليها تخدم وين يجي. اسمع اعمل اللي تحب عليه انت انا اللي يهمني ما نحبهاش تدور قدامي لهنا. دجاج لا ما ناكلش دجاج. باهي خليته ناكلو انا. عندي سكالوب. باهي نجم نقعد. قال لي لطفي فحش ولدك تحبش تشوفوه؟ لا عندي ولد ولا نحب نشوفه. في الدنيا هذه ما عندي كان انت ولدي امي بابا ومرتي العزيزه. بالطبيعه مادام عندي المعمل والفيلا. خسارتك يا جيهان قداش باقي غالطه فيا. ماكش حابه تفهم اللي انا ما عندي حتى غايه من وجودي معاك الا باش ننسيك اللي عملوا فيك بابا. الوقتاش هكا تقعد ما عندكش فيا ثقه؟ سلمى من واجبك باش تفكر في روحك وتبني حياتك من جديد. يا اخي شنو عمرك باش تقيس من الدنيا؟ المصيبه اللي عشتها المأساة اللي شفتها نحاول كل تفكير في العرس. ربما من تجربتك الاولى عندك دور في فشل نتاعها على خاطر ما عرفتش تختار شريك حياتك وقبلت الزواج من الراجل الاول عرض عليك الفكره. الواحد كيف يبدا ما عنده ما يختار يرضى باللي قدامه. سلمى تقريبا انت تعرفني مليح وتعرف زاد شعوري نحوك. نظن جات المناسبه باش تعطيني الفرصه باش نوفر لك السعاده اللي تستحقها انت وانا نحقق امنيه حياتي. سلمى نطلب منك الموافقه في الزواج مني. بكل صراحه يا محسن انت الراجل اللي تتمناه كل امراه تحب تعيش متهنيه. ما تتصورش قد نعزك ونقدرك ونحترمك. لكن سامحني يا محسن ما
ما عنديش لا الرغبة ولا الشجاعة باش نعاود تجربة العرس. مجرد التفكير في هالمسألة يخليني نكره حاجة اسمها راجل، وانتي من الناس اللي ما نجمش نكرهها. في الوقت الحاضر وفي المستقبل باش نسخر حياة الكل لولدي سامي. ما نحبكش تاخذ في خاطرك مني، ما نحبش نخسرك محسن. نحبك يا سلمى ونعزك، وما نجمش نرفض لك حتى طلب. المهم توعدني باش تفكر في الموضوع. صراحة في الوقت الحاضر صعيب شوية، أما ما نرفض صداقتك. في الحقيقة حاجتي شكون يوقف بجنبي حتى نعاود نقف على ساقيا. أنا مستعد ننفذ لك كل ما تطلب مني. نحب نخدم، تنجم تعاوني باش نلقى خدمة؟ حتى عاملة في معمل متاع خياطة. علاش ما تحلش معمل خاص بيك متاع حوايج موضة؟ معمل خاص بيا؟ بجدك ولا تفادلك؟ المعمل لازمه برشا فلوس يا محسن. صحيح يلزموا برشا فلوس. بصراحة تصرفاتها ولا تغريبة معايا، ولا تسمع فيها في الكلام فرد مرة. والله ما قلت لي خير يا وسامة، ما نعرفش بنتي طولت لسان وجلطامة. فاتت الحدود يا خالتي زبيدة، فاتت الحدود. مريم ولات ما عادش طايقتني قدامها، وأنا بصراحة وليت نشك ربما تعرفت على واحد آخر. أها يا وسامة عايش ولدي، من فضلك عارف إيش قاعدة تقول، مناش تاع هذا راهو. ايه مالا شنو السبب اللي خلاها تصرف معايا هكا؟ قول لي انت. هاي منير جايعني المحطة. حمل عقلك يا محسن باش نخليك تروح في الكار. اتو نوصلك لتونس. بابا تمشي معانا؟ لا منير خليه يزيد يقعد بحدنا شوية. يمشي معانا وتو نرجعو. لو كان يمشي معاك امك ما عادش تخليني نرجع. في وديعة ربي يا سي محسن. بسلامة محسن وياخو بخاطرك. بسلامة البنات. بسلامة عم الطاهر. بسلامة يا عايش ولدي. دليلة وصلي بقتي. هيا دليل. ها نعم عم الطاهر. هنيني على سلمى يا عيش بنتي. راني حاسه اللي انت تسمحت معاها ماكش مقتنعه. تهنى عم الطاهر، ما تحط شي في بالك. يا عيش بنتي. أسلم. نعم. اسمعيني يا خيتي. انا نستعرف لينا كنت غيره منك. اما راهو خيتي شي اقوى مني، طول عمرك خير مني من اللي كنا نقرو. فهمتك يا دليله، وعندك الحق تغير على اخويا منير. اما انا عمري ما كنت خير منك، وعمري ما حسيت روحي خير منك. ملا جيهان حقرتك وما حبيتش حتى تسمعك. قلت لك عمار ما يحبالوا عليها وما عندك حتى امل في تتغلب عليه. ظهر مهف عليك. الايام طويله وانا مستعد لكل شيء باش نفش غيظي فيهم. لهالدرجه مستعد لكل شيء؟ مستعد لكل شيء من غير حتى تردد. من غير حتى تردد، ولكن اذا كان الشيء باش نعمله ضد جيهان وعمار باش يستنفع منه غيري يلزم يخلصني وبالحاضر يزيني من الوعود. عندك الحق وهو في بالي، ممكن نستحق لك اذا كنت برهن لي ان انت في المستوى ما تلقى كان الخير معايا. انا مانيش بنادم لو كان نتراجع في كلمه من اللي قلتهم. نفعني نفعك. مبدئيا ابدا نسنس واعلمني اذا كان اكتشفت حاجه على جيهان ولا عمار. بصراحه يا سي محسن ما اخترتش الوقت المناسب باش جبت لهم موضوع الزواج. نعرف، لكن في الواقع يا منير انا ما جيتش باش اشوف سلمى على مساله الزواج، جيت باش اكلمها في موضوع اخر. وشنو هو الموضوع الاخر؟ حبيت نقول لها اللي انا ناوي نعمل مشروع خياطه رفيعه وتكون هي المشرفه عليه. وما حدثتهاش في الموضوع؟ لا ما نجمتش بعد ما غلطت وتحدثت معها في الزواج ورفضت. خفت لظن
اللي انا نحب نشري لها عواطفها بهالمشروع. برا الترانزيتير ثبت لي في اوراق توريد، من بعد تعدى البرت عملي طلع على سلعه. حاضر مدام. ما تبتاش عندي باش نبعثك من بعدها. وين مدام؟ مدام قبل ما نقصد ربي عندي حاجه ماذا بيا نقولها لك. فيما يخصش؟ فيما يخص مختار ولطفي، ريتهم قاعدين مع بعضهم يوشوشوا، يظهر لي حضروا لك في كمبينه كبيره وفي لعبه كبيره، رد بالك يا مدام جيهان. ما تخافش عليا تهنى. ما عندهم من يوصلوا، ما عندهم ما يعملوا. فايقه بهم الزوز. وانت تمام عليك انت في خدمتك. هي بينا. راني كي نلقاك فايقه راني نفرح، راني نفرح يا ربي. غريبة، مانيش مصدق. أنت متأكد يا سي محسن اللي جيهان مستعدة باش تعطي الفلوس لسلمى على أساس تعويض منابها في المعمل القديمة؟ شنو متأكد؟ المشكلة يا منير أنه سلمى ما تقبلش حتى مليم من جيهان، واللي اتفقت معاها باش نقول الفلوس من عندي، لكن تو وبعد ما تحدثت معاها يظهر لي حتى من عندي أنا سلمى ما عاد تقبل شيء. ما ثم حتى شك في هذا، أما يلزم سلمى تسترجع حقها. ثم حل واحد، يلزمك انت تتصرف على انك انت باش تعاونها. لكن انا بالفعل نفكر باش نعاونها. ما قال لك حد لا، اما بفلوسها مش بفلوسك، يعني بالمبلغ اللي باش تعطيه جيهان. وحتى بعد هذا فلوس جيهان هي في الاصل فلوسكم، والاهم من هذا الكل يا منير يلزم الموضوع يقعد سر بيني وبينك. ما تقوليش وين كنت وعلاش ما روحتش مع راجلك؟ مشيت وين قال لي. وانا من قلت لك امشي، اللهم زدنا علما. مش قلت لي برمشي للطبيب عادي على روحك؟ شبيك مريضة؟ مش مريضة، تعبة شويه. اش قالك الطبيب؟ قل له ساعة يخلص المبروك قبل. بالحق مبروك مبروك. الحمد لله الحمد لله يا رب. وانا خايفة ويدي على قلبي لا تكون رجعتك هيك المرض اللي مرضتها بعد الحادث اللي عمله ست داهر. شنو بعد يا وسام؟ افرح ونحي الغش. نمشيو لبابا وفرحو. نطلب منكم السماحه اللي عملته معكم الكل. المهم يا رضي خذيت درس وفقت بغلاطك وعرفت الصاحب من العدو. صحيح خذيت درس وفقت بغلاطي، اما خساره ماخر شويه. وخي سماح قدام ربي وقدام العبيد، استحفظ على روحك. تموت شي زاده بالحمصه هاك عرفت صحاب السوق وين يوصلوا. شيء من الأصحاب وشيء من الطيش متاعي، حرمتك من رزق بابا من غير ما تمتعت أنا به، خسرت كل شيء. مازلت صغير وقدامك المستقبل، أعرف كيفاش تتصرف من هوني لقدام. وأنا ومراد مستعدين باش نعاونوك وباش نقفوا بجنبك بجهدنا وباللي نجمو. المهم تخرج من هالأزمة. بارك الله فيكم. ولا نحكيك على أخوك يا إلهام. أنا ومنير على أنه الفلوس من عنده هو. علي مش أنت؟ هي تعرف اللي أنا ما عنديش فلوس كافية باش نمول لها مشروع، وشوف عاداش الظن. لا، التمويل من عندي عمرها ما تقبله.
بشنو رايك لو كان يكون المبلغ اللي باش نعطيه لسلمى 130 ألف دينار؟ بصراحة مبلغ معقول. صدقت لو كان يطلع شوية وما يكفيهاش باش تنول المشروع نتاعها، أنا مستعدة نزيدها. على كل حال بارك الله فيك، أما وقتاش ناوية تعطيهم لي؟ من توا. الشيك حاضر. تفضل. بارك الله فيك. أما جيهان ما تنساش شرطنا الأول، هالموضوع هذا يقعد سر للأبد، أما كانش خذ الشيك متاعك ولا ريتني ولا ريتك. أنا تصرفت عن طوعية وقابلة شرط. نقبل على شرط نكونوا شركاء. بربي كيفاش تقبل تشارك واحد ما يفهم حتى شيء؟ لو كان جيت نفهم راني عاونت بابا في المعمل القديم، نجي باش نعاونك نعطلك وممكن لا قدر الله نخسرك. يا اخي الشركاء كل يفهموا، ما هو واحد عليه الخدمه واحد عليه راس المال، ولا شنو رايك؟ عندي حل اخر. وشنو هو الحل؟ دليله تدخل معايا شريكه في بقعتك. اما منيره اما دليله علاش تحب على شريك معاك؟ في ما عندك ثقه في نفسك؟ مش هذا قصدي بابا طاهر، اما يزي ما عملته معايا ويزي ما عطيتوني. قول توا من عنده بعد تتفرد ربي عمد لي. اش قولك سلمى؟ تفهمنا بابا طاهر. نعم. مش قلت حتى تعمل دوره بالسرح ساقيك؟ هاي مشي. هاي تقول لي وش بك تلحلها انت؟ هاي هي اللي ما بدش تاخذ الفلوس بلاش، وهي اللي سحبني معاها شريك، وانت ما لزيت على حد شيء، وهذه فرصتي نستنى فيها تو مده. يزي يا دليله ما تزيدش تعقد الوضعيه. انا نعقد في الوضعيه؟ شنوش تم؟ اسمع، خليت محسن جيان يتحدثوا في حديث ما يجيش على بالك بالكل، وكانوا تراش تعمل باهي. نتقابلوا في القهوة نتاع حومتكم، ما تحركش حتى نجيك. هي ما تطولش انت. وتو ما دام تفهمنا على كل شيء نجم تبدا الخدمه هوني حتى موعد. ماذا بيا نبدا اول شهر ما عاد ما مازال، وبودي لو نجيب معايا خديجه، هي معايا خير من غيرها. من راح تمام اللي تراه صالح اعمل. ثم موضوع اخر نحب نكلمك فيه خارج الخدمه. تفضل. لطفي بودي لو كنت نقص عليه شويه من الضغط وتخليه يمشي يشوف ولده، حاجه كيف هذه ممكن تفرح سلمى. وتاكد سلمى ما عادش حاشتها باش تشوف وجهه، حتى من باب الإنسانية نحاول وما نقطعوش العلاقة بين البو وولده. مالا للا الشابة ناوية تعطي فلوسي وتفرقهم لشكون؟ لسلمى. أنا هذا ما سمعت. هذه جيهان ولات تلعب بالنار، واللي يلعب بالنار يتحرق. هي شناوي تعمل؟ ناوي نتحرك في صح ونسترجع رزقي حقي اموالي باي طريقه ومهما كان الثمن. وانت المختار تاكد اني مانيش باش ننساك. ما قلتليش اش ناوي تعمل. ماك مستعد؟ مستعد. هات الطفل. يا عمار انا لو مبلغني اللي جيهان عندها فيك ثقه ومطمنت لك وكنت نجيك. لكن يا خالتي زهره لطفي ما عملش معايا المليح، وضحك عليا اللي يسوى واللي ما يسواش، وخلاني كاكا هي بينا. تفكر بوه عمك ابراهيم الله يرحمه اش كان عامل معاك؟ اي زاد تفكرني انا عم ابراهيم كنت نحسبه كيما بابا، حتى من يده نبوسهالو. هي بيدا مش لعبه. على خاطره، على خاطر بوه عمك ابراهيم وبرحمته خذ بخاطري وعاونوا خيك لطفي على كلف عجيه.
راني ميتك باش نموت بالحمسة. يا خالتي زهرة يا خالتي زهرة، فهمني عايش، فهمني هي بيبة، الوقت وقت مصالح، مش وقت لعب، وقت مصالح. وزيد أنا لقيت قدري وقيمتي مع جيهان، وزيد بصراحة يزني نخمم في مستقبل ولدي. شوف يا عمار، أنا نوعدك وانت تعرفني، إذا لطفي استرجع رزقه اللي فكته له جيهان، أنا نضمن لك تنسى الفقر والميزيريا وتولي أكثر من اللي كنت مع عمك إبراهيم وخير من اللي مع جيهان. معناتها نخلص خير ونعلى أكثر. أي هذه لعبة أخرى. ملي على خاطرك أنت وعلى خاطر المرحوم عم إبراهيم، طوى نخمم شوية ونجم نوافق. أما رد بالك، جيهان ماهيش لعبة وماهيش حريب شل بالعارة بصراحة. لا سامحني يا خالتي زهرة، أنت نفهمك وممكن نهدر كيف تدافع على ولدك، أما عمار شو مدخله في هالمشاكل هذي كل؟ وه كيفش هو ذا كلامه يا أخي لطفي؟ مش وخيوة وماكلين جميع الماء والملح؟ لا سامحني، الماء والملح ماكلهمش مع لطفي أكهو. لا سامحني هنا مانيش موافقة، لطفي ولدك بعد اللي عمله مع مرته سلمى ما يستحقش باش الواحد يقف معاه. وانت يا عمار تخدم على روحك وتستكفى بنفسك، وهني نبهك اذا كان باش تعاود تقلب الفيستا صاحبه كل يوم عدوك غدوه، ما تعملش باش تلقانا لا انا لا نردين هنا في الدار، ورحمه بابا لا عطره وجوهنا. اتفضل مدام، في قلاب رميت لي فوشيكه فرقعت لي العائله، هيا بيدها. شبيك ماكش قد بعضك؟ فاش تخمم؟ ما بيا شي، قلق. قلق؟ ما نبرمش طير القلق، طيب لي قهوة. باهي الله يبارك. فلوسي لسلمى، أنا نقبض لك روحك، أنا نوريك كيفاش. أنت اللي زيدتني لهذا، يطلعش عليك النهار.
شبيك؟ حالتك مش عاجبت؟ ماني قلت لك قلق. الو، اهلا امي، شنو احوالك؟ لبس عليك؟ الحمد لله. هاي شنو توحشتني؟ يا كنت بتحب تجيب حدايا باهر اللي كان جاي. قال اش طيبت اليوم؟ صحة والله. لازم نلقى طريق أخرى، ما نتورطش فيها أنا. لطفي، وين القهوة؟ بك هزيتها القهوة؟ ما نحبكش تشرب قهوة باردة، مشيت نسخن فيها. صحيح. اسمعني نقول ليك، من غير ما تحاول ميشني باش نبدل رايك بالكل. يا اخي كل حاجه تتقال، فما حاجات ما يهموكش ويعتبروا اسرار متاع غيرك، مش معقول تعرفهم. اسمع، انا نحب نعرف وعلاش ما تحبنيش نشارك سلمى. كان فما سر لازمني نعرف انا قبل الناس الكل، ولا هي نغر على سلمى ومحبه ليها ما تحبش مني شاركها؟ قولها تراها بصراحه وارتاح. مش صحيح. ومال علاش تعطي فيها في الفلوس من غير ضمان؟ تراها هذا الكل تعتبرها كيف اختك. وكيف نصارعك؟ توعدني الحديث يبقى سر بيني وبينك، اللي باش نقولهولك حتى بابا ما في حلوش بيه. وشنو السر؟ الفلوس من عند جهان، ما هيش من عندي انا، لكن سلمى، خاصة سلمى، ما لازمهاش تعرف. ومش معقول انت تدخل شريكة في حاجة ما عندك فيها حتى حق. فهمت علاش انا معارض ولا لا؟ اما الفلوس مش من عندك انت، من عند جهان. لا يا سي لطفي، سامحني، الحساب ماشيش هكا ابوه على اخوه، يلزم كل فصل وحده. إذا كان نخدم كيف ما قلت أنت، الوقت اللي نعديه في الحساب أكثر من الوقت اللي تتخدم فيه السلعة. لا يا سيد، هذه أساليب تقليدية، وإحنا نخدمه بالكمبيوتر. كيفاش أساليب تقليدية رسول الله؟ تولي يضبط حساباته ويتسمى يخدم في خدمة تقليدية؟ مش معقول هكا. الخدمة الكل يلزمها تتعاون، وحسب الأنموذج اللي عملته لك. يظهر لي كلامي واضح ومفهوم. أسمع يا سيد، كان عندك كلام نعطيها من روحك، وإذا كان ما عجبكش اللي أنا عملته، ما عليك كان تعاود وحدك. شنو الفوضى هذه؟ شد بلاسك وقت. غاصك اللي تقول فيه راه المطلوب منك تعمل اللي يقول لك عليه سي محسن.
وبلاش نقاش. سي محسن هو المسؤول الوحيد هنا ومش لازم تعكسه، مفهوم؟ سلام، اش قولك في الفيلا؟ بيه تشره تشره وصفيلي كبيره، وفما الطاق الاول والطاق الثاني، وفي الطاق الثاني فما شبابك كبار مدهونين بالاخضر، وفوقهم قرموط اخضر لوح زاده، ومن لوطه فما عرسه هكية منقوشه حجر خامل حجر 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 وشبابك كلهم زاده بالحجر المنقوش. في كل تركينه فما نواره ونواره اربع نوارات، والباب مدهون بالابيض وفيه بالنار منقوش، ومن لوطه فما نباتات خضر، والقاعه كلها رخام. يعطيك الصحه يا بوني، هذا شي لازمها. اما بابا طاهر كبيره عليا برشا، راهي غاليه. ما تخممش في الفلوس، الدار لازمها تكون كبيره باش تنجم تسكن فيها وتعمل فيها المعمل. نحبك تولي الاولى في عالم الموضه، نحب الموضه تولي خارجه من هولي. انا نجم نعاونك في تصوير الموديلات واختيار الالوان، اش قولك سلمى؟ متفاهمين، يعيش بابا الطاهر ولي نحيك عليا. يعلم ربي بحالي يا إلهام، بنيتي اش قاعده نقاسي ونعاني المده الكل. راني النوم اللي ترقدوا الناس انا ما نعرفوش. انا بيدي لطفي ماهوش عاجبني. انا راني ميمتك ما عادش متحيره على الثروه اللي ضاعت منه. أنا خايفة يا إلي، خوك لطفي ما عادش في سينته، ما عادش طبيعي. الله يقدر الخير. يا إلهي بنيتي، أنا ماني ميتك، شوف كيفاش تهديه وخيك وتنسعه. يا بنتي يمشي شي يعملنا عملة من العمليات ويخلينا نعانيه. لطف والله لا يقدر علينا، ونوعدك نعمل جهدي. أم أنتي تعرف لطفي عمره ما يحكي معايا الرسمي. هذا وعد بالدين بالمبلغ اللي اتفهمنا فيه 20,000 دينار، وكان تنفذ اللي اتفهمنا فيه نوعدك تنسى الفقر. وانا ديما رجل صاحب كلمة، وهذا مفتاح الدار، وبعد ما تنفذ اللي اتفهمنا فيه تقلب الدار سفاها على عليها، زعما ثم صريخ جاو هز كل ما هو غالي بالأخص الصيغة متاعها، ورد بالك لا تنسى باش تكسر بالنار الشباك كينك دخلت منه. اتهنى حافظ ايش يلزمني نعمل بالتدقيق. اتفرفيش لا، قبل كل شيء احترم الوقت اللي قلت لك عليه، ثانيا ما تنفذش الخطة الا ما نكلمها انا بالتليفون. واضح. Thank you.
انت غالط يا لطفي، محسن ما كانكش عارفته، الراجل يعرف خدمته. انا في بقعتك نطاوع ونتعلم منه. في هذه الموافقك انا اللي غاضني كيف جيان فاحت فيا قدام محسن وخديجه وسمعتني ما نكره. بالله قل لي، انا نحب نعرف شنية فايدة العرك والخسام؟ ايش باش نقول لك؟ ما حقكش خرجت متغشش من الخدمه، تزيد هي تحقد عليك اكثر. هذاك علاش ما نحبش نقابلها الليله، على خاطر نعرف باش تتحرب بيناتنا. ما نحبش نروح. حاير فين باش نبات. نمشي لدار امي زعما؟ علاش ما تقعدش تبات هوني؟ ماذا بيا نبات هوني؟ اما شنو؟ شنو مشكلتك زاد؟ باش نقصوا المشاكل، ماذا بيا جيهان تعرف لي انا باش نبات هنا. اعمل لها تليفون قل لها لي انت هوني. خذ بخاطري وكلمها انت. ياك التليفون اطلب النمر. الو شكون معايا؟ لهنا لاباس، وانت شنو حوالك؟ لاباس عايشك. اسمع جيهان، انا ومراد حبينا لطفي يقعد يبات بحذانا الليله، يا اخي قال يلزمني نكلم جيهان. لا لا عندك الحق، على كل ما تتحيرش، هو في بالك بيه بحذانا. بارك الله فيك يا الهام، صباح الخير.